تكثر الشائعات بين اللاجئين في ألمانيا حول حرمانهم من حضانة أطفالهم من قبل مكتب رعاية اليافعي، فهل هذا صحيح؟ أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من معلومة تهم. دائرة رعاية الأطفال والمعروفة بيوغند أمت هي دائرة حكومية لدعم الأهل ومساعدتهم على تربية أطفالهم، ولعل أهم ما تقوم به هذه الدائرة هو رعاية الأطفال للعائلات التي تمر بظروف اجتماعية صعبة مثل انفصال الأبوين، ما يعني أن يوغند أمت لا تتدخل في شؤون تربية الأهل لأطفالهم إلا في حالات خاصة. ومن بين هذه الحالات مثلاً وجود مؤشرات تهدد حقوق الطفل، أي أن اليوغند أم تتدخل لدى وجود أدلة على تعرض الطفل لاعتداء جسدي أو نفسي أو جنسي. إذن حضانة الأطفال من قبل مكتب رعاية اليافعين ليست بهذه البساطة، وتتطلب وجود أدلة كافية على عدم قدرة الأهل على تحمل مسؤولية تربية أطفالهم. كانت هذه حلقة اليوم من معلومة تهمك. إذا كانت لديكم أي استفسارات فيمكنكم كتابتها تحت هذا الفيديو في التعليقات، وسنجيب عنها بكل سرور.